هيبقى الشغل بعدهم ليبيا. ديوان سياسي باش يفض مشكلة الشرف القاري وجاب لهم النتيجة، والنتيجة تمثل أساسا في الشرف القاري باش استغلوه مش طعم. جلد دي نويرة قالوا هذه مؤامرة باهي، قالوا تو نمشي لمحكة اللهاي، صورنا من اللهاي صورنا شيء، وكان الشرف القاري تو نقسموه بخش لبس علينا، تو جابوا الحي معشوق عمال فلاحة في ليبيا وخاصة الكل جابل مزيادات ومشى مرتين القذافي. فما حوادث قصر هلال اللي حتى واحد مش مد عليها مع كل اسمها صارت واللي دخلت في طي النسيان. اذا ما تدخلش الذاكره 7 اكتوبر 77 77 اللي انضراب نتاع معمل النسيج نتاع قصر هلال، والمواطنين نتاع قصر هلال اللي هما لاباس عليهم ما فيهمش فقير تضامنوا مع الاتحاد ومع العمال نتاع قصر هلال، وتحضرت فيها فوسيات وجاء الجيش، وكانت تسبوش فما مقالة تخرجت في اللطاء لانترفنسيون دو لارمي تانغراف بريسيدون تاني، وبقالة في الصباح تدخل الجيش بادرة خطيرة على النظام. بدأت النقاشاتك الوقت ذاك على عسكرة النظام، حيث بدأت تتحضر الوقت ذاك المواجهات. وعلى حسب كتب بتاع الرهوزة يظهر فيه لام برشا لهذه النورة، كيفاش قال كيفاش تغفز كيفاش تعمل عاملة كيفاش كيفاش تحط الاتحاد ضدك انت في الموقع اللي انت فيه والضعف اللي انت فيه. دائما نرجع ان النظرة بتاع بورقيبة كانوا الاتحاد ما يتصورش الحزب ويتصورش العمل الوطني وما يتصورش القيادة بتاعه تكون بدون وجود الاتحاد كعنصر أساسي يعتمد عليه. لاموا وبكى كما قال بكري سي منصور ورجعهم لبعضهم. عندما رجعهم لبعضهم تقابل في اثر هذا والهيدي في الحبيب يذكر هذا، تقابلوا في عشاء ولا قاعده بينه وبين الحبيب عاشور. قالوا الحبيب عاشور يحكي في الكتاب بتاعه طلب هذه الورقه، قالوا الجو ما يصفى إلا إذا كان 4 من الناس يمشوا على روحهم، محمد صياح وحاضر بن عائشة وحبيب فتح الله ومحمد جرعد جاوبوا، وهذا كله مكتوب. قالوا بالنسبة للثلاثة الأخرانيين نجم نهنيك عليهم، بالنسبة لمحمد صياح ما نجمش نقرر وحدي. وزادوا وقالوا ما نظنش مثلا في يد الرئيس وما نظنش تنجم تتحصل على موافقة الرئيس في هذا. الناس نعرف وقتها بعتالي الطبع اللي فما ملكيات وفما الدوسيات حتى نتاع فتحت ام سيسي هذه اللي تبعت 10 مرات مليارات اتحرقت في البلدية نتاع بنعروس، والناس يعرفوا شكون هي، وهذا يلزم يتأرخ في بلادنا ويلزم طاقة لجنة نتاع كشف الحقائق ومحاسبة الناس، لأنه هذا تاريخ شعب. إذا كانت هناك أيضا مؤامرة ومؤامرة دنيئة وجريمة في حق الشعب بإطلاق النار عليه وحرقان المقرات وعملان هذا، وهذا عملوا جهاز منظم هو ميليشيا الحزب الحاكم. قضية الإضراب العام هو مجرد تواطي بين وسيدة بورقيبة وهي الدماغ المفكر، الحبيب عاشور والطاهر بالخوجة، لأن الطاهر بالخوجة وعدته بأنه الوزير الأول بعد الهنمير، والحبيب عاشور كان يعتقد أنه أولى من غيره باش يكون رئيس دولة. كذلك يوم 26 جانفي الأمن كان محاصر للاتحاد العام التونسي للشغل هنا في تونس. عبد العزيز تبقى في شاته اش قال؟ قال عمل لي تليفون، قال له أنا الحبيب عاشور، لو كان ما تهزوش عليا توا البوليسيه نتاعكم وما منعتونا ما خليتوش لا ناكلوا ولا نشربوا، واحنا ونساء معانا توا هنا كان ما تهزش عليا البوليسيه نتاعكم رحنا البلاد نحرقها. الحبيب عاشور عند حاكم التحقيق قال هالكلام ولا لم اقوله تباتاتا، فعلا قلت هذا ما نقبلوش به وهذه معامله لا انسانيه وسنحاسبكم عليها. قال هذا كلام قلته فقط لا اكثر ولا اقل، وعمري ما قلت انا باش نحرق البلاد. شاهدنا في التلفزة في الليل في صفاقس مثلا اللي كان وقتها موجود فيها عبد العزيز بوراوي صدفة مشى غاديك، شفنا في الليل اللي
التلفزة توري في برامل قال هذا المذيع يقول هذه ما فرق ويلز فيها بيد. حليم عاشور تكلم من مدير الأمن وقال أما يبعدوا البوليسية من قدام اتحاد الشغل ناس قسنطينة ولا راهو مش على تونس. لما قال هذا قالوا هذا البرقيمة قالوا أضرب رصاص الحي معناها المسألة وصلت المواصلة يعني حرب أهلية باش تولي في القيروان مثلا وفي طوزر وقع هجومات على ديار على دور الاتحاد العام التونسي للشغل وقع في سوسة وقع معناتها هجمات من عناصر مبعوثة ميليشيا نتاع وقتها يسموها الميليشيا بتاع الحزب بعثوها باش قامت بهالعمل هذه. أشكون الأشخاص هذيك مسألة التاريخ هو اللي يضبطها أما معروفة معروفة غير صحيح قالوا فك الوقت هذاك وجاوبنا ومش جواب احنا فقط المحكمة في النهاية بتاع محكمة الدولة هي يعني القضاء تناول البحث هذا لأن جاءت أدلة بعد مدة معناتها بعد يعني عام 81 ولا 82 وسئلت من طرف السيد حاكم التحقيق ووكيل محضر وكيل الجمهورية فنهاية الحكم أنه ما فماش مقومات لهالتهم هذه يعني مسلطة اضطرابات في الساحل في عدة ولايات كانت كلها وأرجع لأي صحافة مع أي جريدة في الوقت هذا كل الأحداث هذه وقعت إثر نداء صادر من منظم المؤسسة النقابية من الاتحادات الجهوية في اليوم لعينته على كونها احتجاج على ما وقع إشاعته من أن الحبيب عاشور كان وقع تهديده بالقتل وأنا كنت وزير داخلية آخر الأمر هو قال أحد الجماعة مبروك هذا بن مبروك ولا إيش اللي كان شارك في قتل صالح بن يوسف وضع معناها مسدس في الطاولة وقال هذا المسدس الذي قتل بن يوسف نقتل به بن عاشور وقام الحبيب عاشور بتقديم شكوى إلى المحكمة وطلبنا منه أن يرجع للمحكمة ولكن انقلبت الأمور وتبين أن الحزب يريد التنكيل ويريد كسر الاتحاد وأكثر من ذلك يريد قتل حبيب عاشور. أريد أن أبين المناخ الصحفي الذي كان سائل آنذاك وسيطرة ما معنى سيطرة الحزب الواحد وما معنى أن يكون هناك في جميع الحياة الصحفية والإعلامية مركزية هي مركز الشخص الحاكم سمي هو الآن مرحوم رحمه الله لكن سمي المجاهد الأكبر سمي الرئيس المفدى سمي القائد الأوحد الزعيم الأوحد معناها في الصباح نقوم على المداح والأذكار في الإذاعة وفي الليل ننام على نتفة من توجيهات الرئيس آنذاك وتشكل الأخبار في تلك اللحظة المتعلقة بشخص الرئيس اللحمة الكاملة للإعلام التونسي والحزب فاهرة باش تعليمات الدولة توصل للأذان اللي يلزمها توصلهم ويلزم زادة تشكيلات الحزب تسهر باش توصل للدولة بمعنى الرغايب والتفكير ونتيجة مساهمة الشعب والشعب والخلايا في تسيير الدولة صحيفة 77 أذكر بالمناسبة أن الاتحاد العام التونسي للشغل في شهر رمضان 77 أقاموا أبواق بالشرفة كان عبد الرزاق غربات يأتي ليليا ليتحدث المواطنين يتعشاوا بعد يمشوا للاتحاد العام التونسي للشغل باش يسمعوا ماذا يجري في تونس يحدثهم عن عضو الديوان السياسي الذي اشترى بالملايين طن باش يفرقوا على أصحابه واللي هز الرخام من المقابر استغل عضو صفته عضو في الديوان السياسي مقابر اليهود ومقابر الثقلين وبنى بهم داره كانت كل ليلة تقريبا تجري
والهيد نويرة يحس نفسه عاجزا عن رد الفعل. أما المناهضة الحماشور الله يرحمه في المجلس الوطني آخر خطاب عنده قال راني مراه 26 جاب الأضراب مش يصير في الدبابة، أضراب مش يصير في الرصاص، أضراب مش يصير في السجون. أنا قلم أنا فاكسيني أنا مجرب. يمكن القول أنه أيضا انفجار خرج حتى عن سياق توقع الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني ما حصل في 1978 في جانب 1978 لا أعتقد أنه يعني شساعة الانفجار واتساعه وعنفه لا أعتقد أنه كان في دائرة المتوقع بالنسبة حتى للنقابي. يعني الأمور خرجت عن السيطرة مثل مثلا تخرج عن السيطرة فيما بعد في أحداث الخبز أحداث الخبز التي لم تكن منظمة، برغم هناك في الحقيقة مذكرة مزالي ودور دريس جيجا إلى آخره إلى آخره، ولكن الأمور عندما تخرج وتنفجر عنفا بهذا الشكل أعتقد أن الخوف يصبح خوف على وجود النظام، ومن هذا المنطلق كان القمع بتلك الحدة وبذلك العنف. وقع هجوم على الاتحاد الجهوي بتوصل وبطريقة شنيعة جدا، بطريقة شنيعة جدا شاركت فيها الحرس والشرطة والميليشيا كلهم هجموا على دار الاتحاد وهي دار متواضعة وحطمت تماما. ثم التحق بعد دار توسر سوسة زغوان والقيروان، والقيروان حطمت أيضا تماما، وأصبح آنذاك مطلب العمال الإضراب العام من أجل الدفاع على دور الاتحاد أيضا. ثالثا ما كان آنذاك ما بعثه محمد الصياح، وهذه حقيقة تاريخية، نحن نعلم جميعا أن لجنة التنسيق بتونس كان مقرها باب البنات، كان ما سمي بالكاف اللي كان يسمى صباط الظلام اللي عذب فيه اليوسفيون أصبح مقر لتعذيب النقابيين، والكثير منهم مر بصباط الظلام. وقتها من عبد الله فرحات المرحلة الأولى جاء وزير الدفاع، اشتقت به اللي معناها يحب يعمل عصابة، يحب يأكل حكم ويولي رئيس إذا كان بورقيبة مات. مشتقت به حرب هو الله. قال لي قال يدخل معنا في العصابة، هو قال لي وشاف دي كابينيه متاعه قال لي. شكون وقتها؟ وقتها اسمه رشيد القروي توفى رحمة الله عليه. قلت له لا أنا ضابط وما حاشي لا بقراد ولا حاشي بكرهب ولا حاشي بفلوس، وانا وفي للعهد اللي اعطيته للعلم التونسي ولرئيس بورقيبه ما ندخلش. عبد الله فرحات ومعه رئيس الحزب وقتها محمد الصياح يحبوا يدزوا معناها شلالي معناها باش ياخذ معناها موقف صرم وصريح وقوي ضد المؤامرة اللي معناها قاعدة قدام تصير في هذو. هي المؤامرة يعني مؤامرة ما نستعمل معنا حبيب عاشور في الجي دي تي وخدامة طلب في حقوقها وشعارات وتكسير ونحبه 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 معنا بكل كي هو معنا مبني سينما معنا مونتي. في أحداث 26 جام في إحصاء الرابطة أنه تقريبا 460 ميت يعني شهيد، الجرحى بالمئات. أعتقد أن 26 جام في تقريبا أكبر هبة جماهيرية تمت بعد 8 أفريل 39، ثم حتى من حيث عدد الشهداء هي أهم 38. في الحرب الأهلية 55 و 56 اللي دامت عامين ونصف ل 3 سنين